الخليل قامت صواريخ الاحتلال المتمركزة في عرض البحر في المناطق الشمالية الغربية لمخيم الشاطئ. قامت هذه الصواريخ بإطلاق قذائفها باتجاه سواحل مخيم الشاطئ، بالإضافة أيضا إلى عمليات القصف المدفعي المتواصلة على حي الصبرة وعمليات النسف وعمليات هدم من بيوت وعمليات تجميع البيوت منذ أكثر من 4 أسابيع، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات نسف ويقوم بعمليات قصف مدفعي في حي الصبرة وفي محيط الكلية الجامعية في تل الهوى، بالإضافة أيضا إلى إحراق منازل المواطنين في حي الصبرة. أما في حي الزيتون فما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالقصف المدفعي العنيف طوال الليل، وهو يقوم بالقصف على المناطق الشرقية لحي الزيتون، بالإضافة أيضا إلى تجريف وعمليات نسف لممتلكات المواطنين وللشوارع وللطرقات. نتحدث أن أكثر من 4 أسابيع على العملية في حي الصبرة وفي حي الزيتون، أنه دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلب ممتلكات المواطنين، أو بالأحرى أعدم جميع منازل المواطنين من خلال عمليات النسف المستمرة منذ أكثر من أسابيع ونصف. أما على جانب المنظومة الصحية وانهيار المنظومة الطبية، نحن في مستشفى المعمداني، هذا المستشفى الوحيد الذي يستقبل الإصابات والشهداء وأصحاب الأمراض المزمنة في مدينة غزة. تفوق القدرة الاستيعابية لمستشفى المعمداني الإصابات التي تصل وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث لا يتوفر أي من المستلزمات الطبية، ولا يتوفر الوقود، ولا يتوفر الكادر الطبي للتعامل مع الإصابات اللازمة هنا في مدينة غزة جراء الاستهدافات التي تحصل على المواطنين. بالإضافة أيضا أن مستشفى المعمداني ناشد منذ أيام أنه يجب إدخال الوقود ويجب إدخال المستلزمات الطبية للتعامل مع الإصابات والجرحى الذين يتوافدون إلى مستشفى المعمداني. هنا أوضاع صعبة يعيشها أهالي مدينة غزة، سواء على الأوضاع الميدانية أو على الأوضاع الصحية أو على الأوضاع الإنسانية. نتحدث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 4 أشهر يمنع دخول المساعدات والمواد الغذائية إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة، وبالتالي أدى إلى عودة شبح المجاعة بشكل كبير. وهذه السياسة يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي سياسة التجويع والتعطيش بجانب سياسة القصف الذي ينتهجها بحق المواطنين الأبرياء. الأهالي هنا يفتقرون إلى مقومات الحياة، يفتقرون إلى الطعام الصحي. الاحتلال يمنع دخول الخضروات، اللحوم، الفواكه، فبالتالي ضعفت مناعة الأطفال وكبار السن هنا في مدينة غزة، فبالتالي انتشر الأمراض في أجساد الأطفال، لأنه لا يوجد أي شيء يأكلونه الأطفال سوى المعلبات، وهذه المعلبات هي مواد حافظة، فبالتالي تؤدي لهم الأمراض في أجسادهم.